بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن كيفية إنشاء متجر إلكتروني بالذكاء الاصطناعي. طبعا احنا شرحنا في قناة اتعلم تقنية، شرحنا لكيفية إنشاء متجر إلكتروني في الووردبريس وفي مواقع مختلفة، وانا هسيب لكم قائمة تشغيل المتاجر الإلكترونية الخاصة بقناة اتعلم تقنية، هسيبها لك في وصف الفيديو في علامة الاي علشان تقدر تتفرج عليها وتستفاد اكتر. ولكن النهاردة هنشرح كيفية إنشاء متجر إلكتروني بالذكاء الاصطناعي، ودوت يعني حاجة متميزة جدا جدا. إزاي هتنشئ المتجر الإلكتروني في 5 دقايق أو أقل من ذلك، ولو أنت بتنشئ موقع عادي موقع إلكتروني هتنشئه في خلال 30 ثانية زي ما الموقع نفسه بيقول. وإحنا هندخل على الشرح على طول علشان ما أطولش عليكم، ولكن علشان تدعم المحتوى دوت اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو طبعا، وعلشان يوصل لأكبر عدد ممكن اكتب اونلاين ستور او متجر الكتروني في التعليقات علشان يوصل لأكبر عدد يستفاد من الفيديو ومن الشرح. وندخل على الشرح على طول ويلا بينا. طبعا هندخل للموقع زي ما انتم شايفين كده، والموقع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اسمه hokos.com، والموقع دوت من المواقع المحترمه اللي هنتكلم عنها النهارده علشان نبني متجر الكتروني احترافي. انت هتلاقي الموقع بالشكل دوت بالواجهه اللي انت شايفها ديت. الموقع دوت بيعمل بالذكاء الاصطناعي. هتلاقي في واجهه الموقع لو دخلنا على الفيتشرز هنا هتلاقي ان انت ممكن تختار الاي اي ويب سايت الاي اي بلوج والاونلاين ستور. طيب احنا النهارده هننشئ اونلاين ستور او متجر الكتروني، فهندوس على الاونلاين ستور بالطريقه ديت، وبعد كده علشان نسجل دخول انا هسيب لك الرابط في اسفل الفيديو، وبعد ما تيجي تدخل على الرابط هتلاقي الواجهه بالشكل دوت، وبعد كده هتدوس على لوجن من هنا بالشكل دوت كده، هيجيب لك الصفحه اللي انت شايفها ديت، وبكل بساطه تقدر تخش بحساب جوجل الخاص بيك او تعمل كرييت اكونت بايميل مختلف، ولكن احنا هندخل عن طريق حساب جوجل. ندخل بالطريقه ديت. اول ما بندخل على الموقع المحترم دوت، اول ما بندخل هتلاقي بالشكل دوت عباره عن 8 خطوات علشان تبني المتجر بتاعك. طبعا هندخل على الموقع زي ما انت شايف كده، وهتلاقي ان هو بيجيب لك في اول خطوه اختيار ان انت هل هتبني اونلاين ستور ولا اوفر سيرفيس ولا كورسز اونلاين اوفلاين ولا اي بلوج ولا كريت بورتفوليو ولا فود ودرينك. يعني انت بتختار الحاجة اللي انت هتبنيها وحابب تعملها. طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن الاونلاين ستور. طبعا لو انت عملت اي حاجة من ال5 حاجات التانيين فهي بالظبط زي ما قال الموقع هياخد بالظبط 30 ثانية معاك، ولكن احنا في حالة الاونلاين ستور بتبقى فيه صفحات اكتر للمنتجات، فهو بياخد وقت اكبر شوية من 5 دقايق تقريبا، ممكن تزيد تقل حاجات بسيطة، ولكن الوقت ده حاجة يعني جميلة جدا لانشاء المتجر، لاني بيختصر لك وقت كبير جدا، وبالذكاء الاصطناعي بيكون لك كل حاجه، وتقدر تعدل على المتجر الالكتروني بتاعك بسهوله جدا. فزي ما احنا هنشوف يعني مثلا احنا هنختار الاونلاين ستور. احنا زي ما قلنا في اونلاين ستور، في اوفر سيرفيس، وفي كورسز اونلاين اور اوفلاين، وعندك اي بلوج، وعندك كرييت اف بورتفوليو وفود درينك ودرينكس، واحنا نختار الاونلاين ستور زي ما احنا شايفين كده بالطريقه ديت. بعد كده بيقول لك بقى الاونلاين ستور دوت انت يعني هتبيع فيه ايه؟ بيقول لك يعني الريزلتس كلها اول ريزلتس ولا بيوتي ويلنس ولا سبورت وفيتنس ولا كلوزز ولا هوم وهاوس هولد ولا فود واذر. طيب احنا ممكن نختصر الكلام ونعمل من البحث هنا مثلا، احنا هنتكلم مثلا هنعمل متجر عن الساعات، متجر عن الساعات، فهنكتب مثلا واتشز، هنكتب واتشز كده، نكتب واتشز ونشوف اهو اللي هو بيبقى جولري ستور اللي هو يعني متجر مجوهرات، فاحنا هنعمل كده وهندوس على كونتينيو بالطريقه دي. بيقول لك ماي بزنس جولري ستور، بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك في الخطوه الثانيه اهو بيقول لك بيرسوناليز يور ويب سايت باي سيلكتنج ذا سيرفيس يو ويتش تو اوفر، ذس كان بي موديفايد ليتر. يعني انت بتختار المنتجات اللي انت هتبيعها في المتجر دوت، وانت تقدر تعدل الحاجه دي بعد كده براحتك. فانا مثلا عندك مثلا هنقول واتش ريبير، لا هنقول ريبير بيرسونال. طب هنعمل ترجمه علشان نشوفها مع بعض اهو، يعني اعاده تصميم
تصميم خاص مثلا اهو، تغيير الحجم مفيش مشكله، وبعد كده نرجع تاني اهو، وبعد كده هندوس على كونتينيو. بعد كده بيقول لك يو ميك ات look so easy، بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك يعني custom design انت تقدر تعمله بسهوله، وبيقول لك sell product يعني هتبيع منتجات ولا هتختار تكتب بلوج او مدونه فيها. طبعا الناس بتوع الافليت بيكونوا فاهمين الحكايه دي، بتكتب مقال وشرح عن المنتج، وفي الاخر بتسيب الرابط بتاع المنتج بتاعك علشان الناس تدخل عليه وتشتري من المتجر في الاخر، فدي حاجه كويسه برضه. جيت بوكينج ولا كوليكت تيست والكلام ده كله باخذ الاختبار، وجيت نيو كاستمرز. طيب احنا هنختار كله، هنختار كله كده زي ما احنا شايفين اهو، وهندوس بعد كده على كونتينيو. بعد كده بيقول لك تيل اس وير يور بزنس فيزيكالي بيزد لايك ذا ادريس ستور ادريس مثلا، يعني بتدخل عنوان بتاعك او الكلام ده كله، فانت ممكن تعمل اهو البيزنس ادريس مثلا، تكتب العنوان وليكن كايرو مثلا بالطريقه ديت اهو كده، وادوس كونتينيو. لا هرجع باك، انا عملت اهو العنوان بتاعي كايرو اهو بالطريقه ديت، وبعد كده بختار دوت، وبعد كده بدوس على بص اهو بيعمل حفظ تلقائي، وبعد كده بدوس على السيرفيس اريا يعني هنا اهو بص يعني اهو كايرو اهو، نعمل مسافه يجيب لك بقى يعني من الاختيارات ديت تختار مثلا مصر، وهندوس كونتينيو بالطريقه ديت. خلاص انا اخترت القاهره. بعد كده سو وات دو يو وونت تو بزنس تو بي كولد تايب ان يور بزنس نيم هير، ماشي نكتب مثلا وليكن اسم الستور بتاعك وليكن هنسميه مثلا نعمان ستور مثلا، وهدوس كونتينيو كده. وبعد كده بيقول لك بقى الحاجه الثانيه select two high three unique aspects اهو، يعني بتختار ثلاث حاجات من نفس الفكره من نفس الموضوع اهو، هنعمل ترجمه انت عاوز تركز على ايه، فانت هتستخدم مثلا وليكن انت ليك لغايه ثلاثه، فانا مثلا هستخدم اسعار معقوله وخدمات او خدمه وديه مثلا طول التصفح مثلا، وهندوس على يكمل. كل ده بالذكاء الاصطناعي بيكمل لنا زي ما انتم شايفين. هتيجي بعد كده اسعار معقوله خدمه وديه سوق التصفح، بعد كده بيقول لك كيف تريد ان يتواصل معك زوار موقع الويب الخاص بيك، هيقول لك نموذج الاتصال بالموقع ولا عنوان بريد الكتروني او هاتف، فاحنا هنختار نموذج كده نموذج الاتصال بالموقع، وبعد كده يكمل زي ما انت شايفين. انا هرجع للخلف تاني، بيقول لك نموذج اتصال، وبعد كده هنختار برضو عنوان بريد الكتروني وليكن مثلا عنوان بريد الكتروني بتاعنا بالطريقه ديت ايميل جيميل بتاعنا مثلا، وبعد كده بروح على مكان الميل وبدوس يضيف، وبعد كده بدوس على رقم التليفون وليكن مثلا اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهدوس يضيف مثلا باي حاجه، المهم ضفت الثلاث حاجات رقم تليفون للتواصل وضفت عنوان بريد الكتروني ونموذج الاتصال بالموقع، بدوس على يكمل بالطريقه ديت. بلمسه بسيطه احنا اخترنا، انت ممكن تختار الشكل اللي يظهر بيه المتجر بتاعك زي ما احنا هنشوف بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي مثلا دوت، ولا ناخد دوت ولا دوت، في ثلاث اشكال ممكن تختار ما بينهم. اعتقد مثلا ده هي مثلا هنختار ده، هنختار دوت اهو، وهندوس على يكمل بالطريقه ديت. هيجيب لك بعد كده اهو خلاص هو يعني انشأ لك المتجر الالكتروني الجميل دوت اهو بالشكل دوت. طبعا انت ممكن عندك من لوحه الالوان تختار الباليتا اللي انت عاوز تظهر فيه المتجر الالكتروني بتاعك، انت ممكن تختار دوت او دوت، اختار الالوان وممكن تغيرها في اي وقت زي ما انت عاوز، شوف الالوان اللي انت حاببها او نسيب الافتراضي مثلا كده بالطريقه ديت، وبعد كده بندوس على يكمل. وبعد كده بيقول لك الفونت اللي انت عاوزه مثلا، عاوز الفونت دوت ولا عاوز الفونت دوت ولا عاوز دوت ولا عاوز دوت مثلا، بتختار الفونت اللي انت عاوزه. طبعا بيفضل في طبعا ان هو لازم دايما يكون في الفونتات في فونتين، فونت العناوين وفونت للفقرات، وهنا بيختار لك كذا نوع من الفونتات مثلا زي الفونت دوت والفونت دوت، بتختار الافضل واللي شكله اشيك يعني للمتجر بتاعك، وليكن انا هختار مثلا الاخير دوت، هدوس على يكمل كده بالطريقه ديت. هو كده بينشئ المتجر الالكتروني بتاعك، انت ما تعبتش في حاجه، انت خطوات ورا بعض دخلت البيانات بسهوله جدا، هيطلع لك المتجر الالكتروني وتقدر تعدل عليه زي ما احنا هنشوف. الموضوع سهل جدا جدا، بيقول لك اهو تم انشاء الموقع، واحنا كده دخلنا على الداشبورد بتاعتنا. بص مبروك انت عملت المتجر الالكتروني بتاعك الشكل الاحترافي دوت، وتقدر تغير زي ما انت عاوز بالطريقه اللي انت حاببها. بندوس على عرض الموقع كده، هيجيب لك عرض للموقع بتاعك زي ما انت شايف بالطريقه ديت. المتجر ظاهر، بص المتجر بتاعك المتجر
متجر الكتروني ظاهر ازاي بالشكل اللي انت شايفه دوت. هندخل على الداشبورد وتقدر بقى بعد كده تعمل اللي انت عاوزه، يعني في حاجات كتير تقدر تعملها تلاقي كل ده تمام. زي ما احنا شايفين كده هتلاقي ان المتجر بتاعنا بالشكل دوت، هتلاقي الهوم اللي هي الشكل بتاع الصفحه الرئيسيه للمتجر بالشكل دوت، الشكل اللي انت شايفه دوت، اهو جايب لك يعني حاجات جولري والكلام ده كله. طبعا المتاجر الساعات بتبقى هي نفس متاجر المجوهرات او الجولري. طبعا هتيجي هتلاقي عامل لك صفحه اباوت اس، اللي هي حاجه كده يعني حاجه محترمه جدا. بص جايبها لك ازاي بالشكل اللي انت شايفه دوت، كاتب لك يعني نبذه صغيره عن المتجر، هو اللي انشا الكلام دوت والفقره ديت. عندك بعد كده صفحه عاملها لك لكونتاكت اس بناء على البيانات اللي انت مالتها في بدايه انشاء المتجر، اللي هو رقم تليفون مثلا وعنوان وايميل والكلام ده كله. عندك الوادي الفورم بتاع كونتاكت اس. عندك بعد كده هتلاقي في الستور، ودوت يعني اغلب شغلنا هيكون عليه، وفي البلو تايب. انا هدخل اول حاجه هنشتغل عليها وهي اللوجو. اللوجو هنيجي من هنا بالشكل اللي انت شايفه دوت. انت عندك تقدر تعمل لوجو بالذكاء الاصطناعي هنا جايبه لك، ولكن احنا عاملين لوجو بالسعر. هنيجي هنا هتلاقي عندك لوجو سيتنج، عندك ممكن تضيف الايمج او تضيف تكست. فاحنا هنضيف بكل بساطه، ممكن يقول لك هايد لوجو، لكن احنا هنختار ايمج او صوره، وبعد كده هنختار بالشكل تاني زي ما انت شايف كده ايمج، وبعد كده هنختار من جنبها كده اهو كده، هنختار بالشكل دوت كده. نيجي عند الصوره وهو بيقول لك يعني كومبليت ايمج، يعني ممكن تعمل اهو عن طريق كده، تاخد عن طريق الصور ابلود من الموبايل او من الكمبيوتر عندك، وطبعا هتيجي تعمل ابلود من الكمبيوتر مثلا بالطريقه ديت كده بالشكل دوت. وهندخل على الصوره اللي احنا عاملينها بالطريقه ديت اهي كده، ونبتدي نرفعها على المتجر بتاعنا هتلاقيها بالشكل دوت. هنبتدي نقص اللوجو نخليه اصغر من كده شويه، هتيجي بالطريقه ديت، هنيجي عند الصور بالطريقه ديت وهنختار الصوره اللي احنا رفعناها، وبعد كده تيجي بالشكل دوت كده، وبعد كده هنصغر الصوره، نقص الصوره بالطريقه ديت كده نقصها. انا عامل لوجو كده يعني للتجربه في الشرح تمام، نعمل ستور مثلا. بعد كده هنختار سيف ايمج كده، سيف كده الصوره اتضافت خلاص في المتجر بالشكل اللي انت شايفه دوت. والصوره دي انا عاملها عن طريق موقع كانفا، طبعا هسيب لك برضه لينك موقع كانفا، وهسيب لك شرح ازاي تعمل اي تصميم في موقع كانفا. وعندك بعد كده هتلاقي ان الموقع بالشكل اللي انت شايفه دوت، هتلاقي طبعا احنا هنروح للهوم كده. بعد ما عملنا اللوجو وحملنا اللوجو الخاص بالمتجر بتاعنا، هنلاقي في المتجر بتاعنا حبه حاجات بسيطه جدا. لو جينا من هنا في النص هتلاقي في الزرين دول اللي هو زر شوب ناو، لو دوست عليه دبل كليك كده هيظهر لك هنا كده، هيظهر لك ديت، هتدوس عليها كده، هتدوس على دي كده، عاوز تخليها في النص، عاوز تخليها كده، عاوز تخليها كده، عاوز تخليها الناحيه الثانيه، خليها في النص طبعا. بندوس هنا دبل كليك برضو هتجيب لك الشكل التالي. انت لو عاوز مثلا الزر دوت تدوس مثلا على كلام وتغير الكلام مثلا، تخليها حاجه تاني، او تخليه بولد، او تخليه مايل، او تخليه تحتيه خط، او تعمل زي ما انت شايف تغير بقى في البوتوم، يخلي مثلا الزر شكله دائري مثلا، وده هيغير كل الازرار اللي موجوده في المتجر، او تخليه زي ما هو. عاوز تخلي مثلا تغير اللون باللون الباك جراوند مثلا، مثلا عاوز تخليه بدل ابيض تخليه احمر، عاوز تخليه اخضر مثلا، عاوز تخليه ابيض زي ما هو مفيش مشكله، او تخليه شفاف مفيش مشكله، عاوز تخليه مثلا ده احمر اهو، ده الحواف احمر اللي هو البوردر اللي هو البرواز بتاع الزر، او نخليه ابيض زي ما هو مفيش مشكله. عندك بعد كده التكست، ممكن تغير التكست من هنا نخليه احمر مثلا زي كده مثلا، تقدر تغير زي ما انت عاوز في الالوان، وطبعا ده ينطبق على كل حاجه. انت ممكن تخلي الزر ده كمان لما تدوس على الزر دوت كده تربطه برابط، ان هو لما يدوس على الزر دوت يتحول على رابط انت تحطه لصفحه معينه، صفحه الدفع مثلا او غيره، فانت تقدر تحط هنا وتدوس على علامه الصح، وممكن تخليه تدوس على اوبن لينك النيو تاب ان هو يفتح في متصفح جديد او صفحه جديده. طيب انا عندي ده ينطبق على جميع الازرار. طيب انا عندي من فوق هنا مثلا المتجر او السله، عندي اللي هو الرقم التليفون، البريد، الايميل بتاعي، كل دوت. انا لو مثلا دوست كده هتلاقي من هنا العلامه دي اللي هي ايكون سيتنج، هجيبها كده. انا لو مثلا عاوز اخفي اي حاجه من دول مثلا، وليكن السله ديت، اعمل كده ادي اختفت. لما بدوس على علامه العين ديت بخفيها، انا كده ظهرتها ما
ممكن اخليها كده او كده زي ما هي مفيش مشكله. طبعا دي ممكن اخفيها برضو اللي هي الويش ليست براحتي خالص. عندك الكونتاكت كل ده اقدر اخفي او اظهر اللي انا عاوزه باللي انا شايفه يعني بالطريقه اللي انا حاببها. عندك برضو الزر، ما هو برضو الزر دوت اللي هي كونتاكت اصلا، ممكن البوتون دوت ممكن اخفيه زي ما انت شايف كده، او احط لينك للزر من هنا زي ما انا عاوز لكونتاكت اس مثلا. يعني مثلا هنا في صفحه، هنروح مثلا على الفيو الويب سايت بتاعنا او المتجر بتاعنا، هتلاقي المتجر اهو ظهر بالشكل ده، في صفحه معموله لكونتاكت اس. طبعا ديت اتعملت مع بيانات اللي هي اللي عملناها في اول انشاء المتجر. هاخد مثلا الرابط من فوق كده، هاخده كوبي كده وهروح على كونتاكت اس كده اهو، هعمل كده واجي عند البوتوم وادوس على اللينك اعمله كده اهو اهو، لا اعمل هنا كده اهو اكسترنال اهو كده خلاص. بس بعمل كده انا دوست بره، بعد كده هو كده حفظ لي اني اللي يدوس على الكونتاكت اس دوت يروح على صفحه كونتاكت اس على طول. لو دوست من هنا اهو كده اعمل ريفريش، لو دوست على كونتاكت اس كده هيحولني على طول على رابط تصل بنا اللي موجوده في الموقع بتاعنا او المتجر بتاعنا. هنرجع تاني مثلا، هندوس على هوم كده هيرجعنا تاني زي ما انت شايف كده، دي الصور اللي موجوده في المتجر اللي هو عاملها لي في الموقع. طبعا انا مثلا عندك اي صوره مثلا، لو وليكن مثلا الصوره ديت لو دوست عليها مثلا، لو جينا من هنا ونزلت تحت كده في الداشبورد واجي عند الصوره ديت كده هقف، هتلاقي في علامه الصوره وعلامه الرابط، هدوس على الرابط مثلا كده. لو انا عاوز مثلا اضيف اكسترنال لينك اللي هو رابط خارجي مثلا، وليكن مثلا اجي هنا عند اباوت اس مثلا وليكن، واخد الرابط بتاع اباوت اس وبعد كده اروح هنا واضيف مثلا للصوره ديت اللي يدوس عليها، انا بضيف اهو كده، بضيف هنا كده بيست وبعد كده بدوس على علامه الصح، انا كده ضفتها. لو عاوز ادوس اوبن لينك ان نيو تاب ان هو يفتح متصفح جديد مفيش مشكله، انا كده خلاص هدوس بره كده. لما اجي ادوس على الصوره ديت من بره هيحولني على، طبعا اروح على الهوم كده، هنزل على الصوره دي كده لو دوست عليها هيحولني على اباوت اس، عشان انا عامل رابط اباوت اس لو دوست على الصوره ديت. يبقى كده عملت رابط للصوره داخل الصوره، ودوت بينفع للناس اللي بتشتغل بالافلييت ان هو يعمل رابط للصوره بتاعته يحوله على المتجر او موقع الافلييت الخاص بيه لاكمال الشراء، يعني زي امازون او غيره. وعندك من اعلى هتلاقي في الهوم اهو عامل لك صفحه اباوت اس زي ما احنا اتفقنا، زي ما انت شايف كده. وعندك كمان كونتاكت اس، وعندك البلوج، وعندك طبعا الستور، ودوت اكتر حاجه هنشتغل عليها النهارده وهو اغلب شغلنا هيبقى عليه. هنرجع تاني للهوم، هنيجي عند الداشبورد كده بالطريقه دي. طبعا انا عندي مثلا في المتجر هنا هتلاقي في مثلا المنتج اللي هو حاططه لي دوت، هتلاقي ان ممكن المنتج دوت ادوس هنا على النيم تكست وممكن اغير النيم، اكتب النيم اللي انا عاوزه مثلا، اكتب مثلا سلسله ذهب مثلا، يعني انت بتكتب العنوان المناسب. طبعا طبعا عندك هنا تقدر تغير ثمن تخليه مثلا 100، عاوز تغير العمله تقدر تغير العمله من هنا تخليها مثلا بالجنيه المصري مثلا وليكن، تختار مثلا ايجي تختار وبعد كده تشينج كرنسي كده، انت غيرت العمله هتخليها بالجنيه المصري، سهله جدا اهو تغير في كل المنتجات. ده بطريقه سهله جدا ينطبق على كل حاجه. عندك بعد كده احنا لو عاوزين بقى نغير في التصميم الخاص بالمتجر، عندنا الديزاين من هنا، هندخل على الديزاين. الديزاين عندك الباليت، عندك تقدر تختار من الباليتات اللي موجوده هنا الوان متناسقه، طبعا كل باليته تقدر تختارها بتبقى متناسقه مع بعضها، ديت بالذكاء الاصطناعي تقدر تختار الالوان اللي انت عاوزها. مثلا لو اخترت مثلا الباليته ديت زي ما انت شايف بطبقها، هتلاقي الالوان اتطبقت على المتجر كله بالشكل اللي انت شايفه دوت. طبعا لازم اراعي ان ما يكونش يعني تكون متناسبه مع الوان اللوجو بتاعي، فانا ممكن اختار دوت عشان اللوجو فيه اللون البرتقالي كده، فهختار دوت اللي كان معانا من الاول مفيش مشكله. عندك بعد كده الفونت، تقدر تختار من الفونتات المناسبه ليك، طبعا اي فونت من دول تقدر تختاره، هتدوس عليه هيختاره على طول، هيبتدي ينفذ الفونت دوت على المتجر كامله بالطريقه ديت. عندك بعد كده الايديت من هنا، تقدر تعمل تمويه للصور زي ما انت حابب، البلور وتشتغل عليها من هنا. عندك بعد كده فيفيكون، الفيفيكون محدش بيهتم بيها خالص، وهي الصوره الصغيره اللي بتكون موجوده في المتجر بتاعك من اعلى خالص، العلامه الصغيره بتاعه اللوجو الصغيره خالص اللي بتكون في التاب من اعلى المتجر، فدوت مهم جدا ان انت تضيفها. انا على فكره شارح في فيديو قبل كده ازاي تعمل الفيفيكون، طبعا في مواقع معينه بتعملها، وشارح ازاي تعمل طبعا لوجو تعمل الصور ديت، هسيب لكم الفيديو برضو فيديو شرح عشان تعرفوا كل التفاصيل. طبعا انا بالنسبه لي كده خلاص التصميم. هنيجي بقى عند ستور، هنيجي عند الستور كده هتلاقي في صفحات الهوم الاباوت اس، تقدر تعمل في الاباوت اس تقدر تشتغل زي ما انت عاوز، تعمل اديت بيج، رينيم بيج، اد تو ذا منيو، دوبليكيت بيج، تعمل مثلا تكرار ليها وتنسى
رسخها، نفس القصه بالنسبه للكونتاكت اس، بالنسبه برضو للتست برضو تقدر تعمل فيها نفس الكلام. الصفحات كلها عندك اهو، المنيو اهي بالطريقه دي. طبعا البوب اب ديت ممكن ديت يعني القائمه المنبثقه تعملها لحاجه معينه تفكر بيها مثلا الزائر بحاجه. عندك البلوج اهو، في مثلا جايب لك اهو يعني جايب لك زي مقالات مثلا على سبيل المثال تقدر تشتغل عليها. طبعا احنا هندخل على المتجر على طول ونشوف الماي برودكت بالطريقه ديت. هو جايب لك 6 منتجات تجريبيه في المتجر بتاعك. طبعا المنتجات اللي هنا ديت والصور بتاعتها طبعا انت تقدر تخليها بابليش، لو عملتها بابليش هتظهر على طول. هنخلي مثلا دي بابليش كده، خليها بابليش، بقت دي بابليش. ترجع تاني للمتجر بتاعك، هتعمل كده، تعمل ريفرش، في تلاقي اهو، دوس على ستور كده، هيجيب لك منتج اهو معروض بالطريقه ديت. طبعا انت المنتجات ديت 6 افتراضيه، انت ممكن تضيف طبعا زي ما انت عاوز. عندك اهو تقدر تعمل شو اكتر من 12، هي بتبقى الصفحه الواحده فيها 12 منتج، انت تقدر تضيف اكتر من كده. طبعا فوق ال 12 بيبقى ده بيدخل في صفحه ثانيه. عندك ممكن تعمل بالضبط هنا، تعمل سورتنج، تلغي السورتنج دوت، وده بيلغي الفلاتر. الفلاتر ديت اللي الناس بتختار ما بينها البرايس الاعلى والاقل وقديم في الوقت في المنتجات المنشوره او الحديث، او يعني حسب الحروف الابجديه لاسماء المنتجات تقدر تعمل فلاتر لديت. الفلاتر زي ما هي يفضل ان انت تسيبها. طبعا طبعا ممكن زي ما انت شايف تخش على اي منتج من دول وتعدل عليه، زي مثلا هندخل على المنتج دوت وندوس ايديت كده بالطريقه ديت. طبعا بيجيب لك المنتج بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتلاقي ان المنتج فيه اسم المنتج بيتكتب هنا، وفي التقييم او اللي هي النجوم التقييم ريفيو، وعندك السعر والخصم والوصف بتاع المنتج، وعندك الاس كي يو خاصه بالمخزن والافيليبل ان هو متاح ان ستوك او اوت ستوك. طبعا كل التفاصيل بتاعه المنتج بتضيفها هنا، والصوره الرئيسيه والصور الجاليري الخاص بالمنتج، كل دوت تقدر تعمله ببساطه من هنا زي ما انت شايف كده. مثلا هنرجع تاني كده وهنعمل مثلا، هنيجي هنا عند الستور وهندوس على برودكت مثلا، اهو ادي البرودكت، ممكن نقول اد نيو برودكت اهو بالطريقه ديت. انا ممكن اغير الشكل اللي بيظهر بيه المنتج من هنا، ادوس هنا اختار مثلا شكل مثلا الصوره الرئيسيه كده وتحتيها الصور الثانيه، ولا كده وجنبها من بالشكل دوت، ولا الشكل دوت، ولا اي شكل. ممكن اختار دوت مثلا، اختار الشكل ده مثلا كده وادوس على سيف تشينجز بالطريقه ديت، هيختار لي الشكل دوت. دي الصوره الرئيسيه هتظهر هنا وهنا، وبعد كده بيجيب لي بقيه الصور. عندك مثلا وليكن انا هضيف مثلا، هضيف هنا من هنا كده الصوره هنا. طبعا بيقول لك هتضيف صوره ولا فيديو ولا بيست فيديو يو ار ال. طبعا انا هاجي هنا مثلا كده، وليكن انا هاجي عند القناه تتعلم تقنيه بالشكل دوت، وهختار اي فيديو، اي فيديو ايا كان، نختار مثلا الفيديو دوت. نفترض ان دوت مثلا فيديو بيتكلم على المنتج، انا هفترض كده مثلا، وهاخد الرابط بتاع الفيديو بالطريقه ديت كوبي كده اهو، وهروح على هروح على المتجر بتاعي واختار فيديو. طبعا لما اختار فيديو بيست فيديو يو ار ال، اختار ثالث واحده واضيف الفيديو، لاني انا لو ضفت فيديو ابلود ده هيعمل تقل على المتجر بتاعي. انا اهو اهو ضفت كده بالطريقه ديت، ضاف لي ان دي اكنها صوره من صور المنتج، ده فيديو. الزائر يدخل يشوف المنتج بتاعه عن طريق فيديو، يبقى بيساعدك على ان انت تعمل اكشن اكتر. الفيديو بيدي انطباع افضل للمنتجات والكلام ده كله. تقدر بعد كده لو عاوزين مثلا نضيف، وليكن اهو انا عاوز من هنا مثلا كده اهو، هضيف صوره من هنا، هدوس على هنا كده. هنيجي بعد كده هيقول لك والله من الصور هنا، هنقول لك مثلا والله ابلود ميديا من الكمبيوتر ولا من الموبايل، فانا هدوس على الكمبيوتر مثلا وليكن، وهضيف الصوره، وبعد كده هتيجي الصوره هنا اروح مستخدمها كده. طبعا لما باجي بتضاف الصوره ببتدي اكبر واصغر حسب مقاس الصوره في المنتج، او المنتج مثلا في الصوره بتاعتي، او اعمل قص او اعمل تكبير وتصغير والكلام ده كله. انا بعمل كده، وبعد كده بدوس سيف ايمج بالطريقه ديت، دي صوره المنتج بتاعي بالطريقه ديت. عندك بعد كده طبعا انت طبعا بتضيف فيديو او زي ما قلت لك رابط. عندك بتيجي هنا على اسم المنتج، وليكن هنروح لامازون، هنروح لامازون بالشكل دوت، وهنيجي عند المنتج ونجيب اسم المنتج مثلا بالشكل دوت كده، وليكن الاسم الاولاني دوت، وهنروح على الاسم وهنضيف اسم المنتج من هنا بيست كده اهو، وتدوس في اي مكان بره ادي حفظ لي. هتيجي عند التقييمات ديت، انت ممكن تضيف تقييم لوحدك، ولكن سيب التقييم دوت للزائر افضل، دوت بيدي انطباع جيد جدا التقييمات. تمام. عندك بعد كده هتلاقي السعر والخصم، طبعا انت تقدر تضيف السعر والخصم بتاعك عادي جدا. عندك سعر اهو، ممكن تضيف السعر مثلا هنا 100 دولار مثلا، والخصم بتاعك هتعمل خصم مثلا، او هتعمل مثلا السعر مثلا 1000 دولار زي ما هو موجود كده، وهنعمل ان بعد الخصم هيبقى مثلا ب 800 دولار.
$100 ده بعد الخصم. عندك الوصف بالطريقه ديت بقى حاجه جميله جدا جدا جدا. انا لو رحت مثلا لامازون واخدت الجزء دوت مثلا كوصف للمنتج، هاخده كوبي كده وهروح للوصف وهضيف الوصف كده، هلج دوت كده وهضيف الوصف دوت كده، بس الوصف دوت الخاص بيه خاص بامازون. طب انا عاوز اعمل اعاده صياغه ليه، عندك في المتجر او الموقع دوت بيديلك اعاده صياغه بالذكاء الاصطناعي عن طريق الاي اي رايتر، هتدوس عليه كده ويبتدي يديلك اهو عن طريق الريفراز ويز اي اي، هيجيب لك تلات قطع باعاده صياغه لنفس القطعه ديت، وانت تختار الافضل ليك، وليكن هختار اول واحده وبعد كده اضيفها للمنتج. عندك بعد كده الاس كي يو ده الخاص بيه المخزن، الافيلبل دوت هنقول متاح ولا مش متاح، فانا باجي هنا مثلا اهو كده وبضيف كده اهو كده وبضيف ان ستوك ولا اوت ستوك، طبعا هنخليه ان ستوك طول ما هو شغال. عندك بعد كده من هنا عندك الكوانتيتي، تكتب الكميه المتاحه ايه، الكلام ده كله عشان يبقى الزائر عارف عدد الكميه اللي موجوده قد ايه. طبعا الزر بتاع باي ناو ممكن تضيف ليه رابط طبعا للناس بتوع الافلييت، طبعا تقدر تعمل رابط الامازون بتاعك، رابط الافلييت الخاص بامازون الخاص بيك او ايباي او اي من مواقع الافلييت الخاصه بيك للتسويق بالعموله، طبعا دي حاجه محترمه جدا. طبعا دوت لو انت حابب يعني، طبعا ممكن تدوس زر شراء اللي هو اضافه السله، ممكن نضيف من هنا نضيف مثلا اهو من هنا كده نيو بلوك، ممكن نختار مثلا نضيف من تحت المنتج مثلا الناس تشوف طرق الدفع والكلام ده كله، لو دوست عليها كده سيف تشينجز هضيف اهو طرق الدفع، وممكن اضيف من هنا طريقه دفع زياده، ممكن اضيف كمان بلوك تاني، ممكن اختار مثلا الحته دي بقى جميله جدا جدا اللي هو برومو بانر. برومو بانر ده جميل جدا 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 وبيدي شكل يعني تحفيز للزائر ان هو يعمل اكشن في الموقع، بتعمل تايم لان مثلا سيل تايتل مثلا، جيب هنا سيل تايتل تكتب العنوان بتاعه وبعد كده تعمل وقت معين اهو، وليكن مثلا اهو مثلا فينيش ان كذا اهو مثلا كده اي حاجه، بس انا بوريكم. وبعد كده اعمل كده ويبتدي بقى ايه العد التنازلي يشتغل دوت، جميل جدا 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 في ان هو يدي تحفيز للزائر ان هو يشتغل. عندك كمان ممكن نضيف كمان بلوك تاني، بلوك اللي هو تاني اللي هو لو انت عندك منتج متغير يعني في الوان واحجام والكلام ده كله، فانا بضيفه من هنا كده، لو ضفت كده اهو هتيجي بعد كده هتيجي تلاقي السايز نيم، وطبعا مثلا هتيجي هنا مثلا عند السايز مثلا هندوس عليها في اي مكان هنا، هيجيب لك البرودكت اوبشن اديت وهيجيب لك السايز. طبعا انت ممكن تكنسل اي سايز من هنا او تضيف براحتك خالص، تقدر تضيف السايز اللي انت حابه، وطبعا احنا هنسيب التلات سايز مثلا او الاحجام ديت او المقاسات ديت، فانت هتسيب الاكس ال والاكس اس والاكس ام، كل ده هتسيبه. بعد كده ممكن تضيف بقى الوان، لو في الوان متغيره هتيجي عند الكلر ايمج، هتسيب مثلا الاسود كده وتكتب جنبه اسم مثلا اسود كده او بلاك، اسود او بلاك، وبعد كده تدوس بره كده هيحفظ لك، وبعد كده تضيف مثلا لون وليكن اللون الابيض كده اهو، تمشي معاها وتختار كده وتكتب ابيض اهو، وبعد كده ادي خلاص ضفت خلاص. ممكن تضيف تكست يعني اسم لكل واحد مثلا التكست نيم مثلا، هتدوس مثلا تقول مثلا A1. طيب عندك بعد كده اهو بالطريقه ديت كده هتيجي ابيض وهنا التكست 1 اللي هو الاسود، هيجيب لك بقى المتغير اهو، طبعا اهو الابيض والاسود وليه اسم جنبه اهو A2، خليه A2 هنا مثلا كده، ضفنا كده اهو بالطريقه ديت A1 والA2، وبعد كده هنعمل كده هتيجي بعد كده اهو هيجيب لك الاسود اهو الابيض اهو، هندوس عليها تاني كده، لا مش بالطريقه ديت، هتجيبها كده اسود وده كده بالطريقه ديت، هدوس كده وهضيف ابيض بالطريقه ديت كده اهو اللي هو A2 مثلا، ودوت اهو ابيض، ودوس في اي مكان بره كده، وبعد كده هنعمل كده هتلاقي اهو انت بتختار اللون وبتختار يعني من هنا كده اهو، لو يكن مثلا هنعمل كده وهنروح على طبعا المنتج دوت، لو جينا كده ورجعنا، لو جينا الستور كده هنيجي هنا ونخلي المنتج دوت مش درافت، هنخليه منشور مثلا كده ببلش في المنتجات هنا ظاهر اهو، هتدخل هتلاقي اهو زي ما انت شايف $1000، وهتعمل كده وهتعمل كده تدوس كده، وبعد كده هتلاقي بقى الكوانت مثلا براحتك خالص، تقدر تزود زي ما انت عاوز الكوانتيتي اللي انت عاوزه، عندك ان ستوك مفيش مشكله، عندك المقاسات فيو مور اهو، عندك زي ما انت شايف كده اهو دي الصوره، وهنرجع للمنتج بتاعنا كده ايديت. طبعا بعد ما ضفنا الالوان انا بقدر مثلا اضيف هنا مثلا ده لو انا حابب يعني اضيف مثلا اسم لكل متغير، فانا مثلا ممكن اضيف مثلا هنا A1، وبعد كده نضيف هنا
كده A2، وبعد كده هندوس خارج كده، وبعد كده هنرجع تاني. هتلاقي ان المتغير دوت ممكن تغير الاسم، التكست كمان تخليه زي ما انت عاوز. هيبقى في متغير كده A1 و A2 زي مثلا كده اهو. وبعد ما ندوس على اي مكان بره كده هندوس على برايسنج فور فاريشنز، وهندوس على طبعا هنلاقي مانج فاريشن برايسنج. هتلاقي السايز زي ما انت شايف كده اكس ال اكس اس ال اكس ام، ابيض واسود، وعندك اللي هو تكست طبعا اللي هو المتغير. بعد كده هدوس على برايسنج فور فاريشنز، وبعد كده هيظهر لنا دوت السايز والكالر والتكست. هنختار مثلا وليكن الاكس لارج مثلا، وهنختار مثلا اللون الابيض، وهنختار A1، وبعد كده اد فاريشن، وهنختار مثلا الاكس لارج مثلا والاسود وفاريشن 2 مثلا اهو بالطريقه ديت مثلا. فانا اخترت عملت متغيرين، هيظهر لي هنا بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتلاقي ان البرودكت فاريشن اهو اكس لارج، وممكن نضيف الصوره من هنا، نقدر نضيف الصوره اللي احنا عاوزينها علشان تبقى ده المتغير، اللون مثلا ساعه بلون معين واللون التاني المختلف، يعني بالطريقه اللي احنا هنشوفها ديت. هنضيف كده صوره وليكن من هنا، هنختار صوره من داخل، نختار وليكن الصوره ديت كده. انا ضفت الصوره، ضفت الصوره، هبتدي اقصها وازودها على حسب مقاس الصورة ومكانه اهو بالطريقة دي كده. وبعد كده ادوس على سيف ايمج، كده ضفت الصورة ديت. وبعد كده ادوس في المتغير التاني، انا بضيف على سبيل المثال، طبعا انت هتعمل الحاجة الواقعية عندك في المنتج. هضيف صورة مثلا تانية وليكن اهو بالطريقة ديت، تختار صورة تانية وليكن مثلا الصورة ديت كده. طبعا لازم تخلي بالك ان انت لما تضيف الصور تضيفها بصيغة الويب علشان تبقى يعني مساحتها او مقاسها او حجمها صغير على الموقع، ما يتقلش المتجر بتاعك. هتلاقي الصورة مثلا هنا زي ما انت شايف كده، هنزود كده المقاس كده علشان تبقى في النص كده كده. وبعد كده هطلع ادوس على سيف ايمج، ضفت الصورة، هاجي هنا هضيف على علامة الصح، وهخليها ان ستوك، وهضيف هنا علامة الصح، علامة الصح كده، وادوس على اي مكان بره. وبعد كده اجي هنا على المتجر واعمل كده، تلاقي جاب لك، بص جاب لك ايه؟ جاب لك الاكس لارج اهو ابيض واسود، والتكست بالاي 1، طبعا انا ما ضفتش الاي 2 اهو بالطريقه ديت. اضيف كده اهو واعمل كده، هاجي هنا كده هتلاقي المتغيرات زي ما انت شايف كده عندك ديت. برايسنج دو يو وانت، خلي ده ديفولت، ده الديفولت، والاسود ده التاني، مفيش مشكله، ده الاسود اوكي. لما ادوس على الاسود هلاقي الاي 2 زي ما انت شايف كده، هتلاقي الصور بقى بالاحترافيه ديت وبالشكل الجميل دوت. المتجر تقدر تعمل فيه الحاجات اللي انت عاوزها، طبعا حاجه محترمه جدا وشكل جميل جدا جدا جدا. طبعا ادي المتجر، هندوس على الستور، تلاقي دي المنتجات اللي ضفناها في المتجر. هتلاقي في الفلاتر زي ما احنا شايفين كده، زي ما انت حابب خالص، كل ده تقدر تعمله عندك. كمان تقدر تعمل في البرودكت سيتنج، تعمل مثلا بروموشن او تاج، مثلا تعمل تاج اللي هي الكلمات التاج على الدلاليه علشان تزود طبعا فرص وصول الزائر للمنتج بتاعك عن طريق بحث جوجل. عندك طبعا البروموت مثلا، ممكن تختار بالشكل دوت او الشكل دوت زي ما انت حابب، خليها بالشكل ده طبعا، سيف تشينجز. هتيجي بعد كده عندك طبعا فاريشن، دي بالشكل دوت بتظهر بالشكل دوت، الحاجات دي ممكن تضيفها. كل ده هسيبك انت بقى تكتشف براحتك المتجر بتاعك، وتقدر تعمل اللي انت حابه زي ما انت حابب دوت. يعني المتجر اللي احنا عملناه دلوقتي متجر جميل جدا جدا جدا، حاجة محترمة انت تقدر تعمل في المجال اللي انت حابه. وده كان شرح اليوم. طبعا انا عاوز اقول لك ان الموقع الجميل دوت هو برضو هو بيوفر لك خطة اسعار محترمة، انا شايفها جميلة بالنسبة للاسعار بره في الخارج. هو جايب لك في الشهر $15 في الشهر، بيدي لك فري ويب سايت هوستنج اونلاين بيمنت، عندك 600,000 ستوك ايمج، عندك ماركتنج انتجريشن، عندك انليميتد ايمج ابلود، عندك ماسيف اماونت اوف اي اي. طبعا شغل الاي اي والذكاء الاصطناعي في ان هو يعمل لك اعاده صياغه للقطع ويجيب لك العناوين والكلام ده، ايميل ماركتنج طبعا دي حاجه محترمه جدا. عندك طبعا الخطه المجانيه زي ما انت شايف كده، بتبقى يعني بشغل ليميت يعني محدود جدا، 15 صوره، بلوج ممكن موجود وكل حاجه، بوكينج سيستم موجود وكل حاجه، فري ويب سايت هوستنج، 20 اي اي كونتنت جنريشن، كل دوت ب $0. ولكن الافضل ليك الخطه المدفوعه ال $15 في الشهر، ودي حاجه جميله جدا. في السنويه هتبقى $150 في السنه.
ودي جميلة جدا، بتوفر شهرين، حاجة جميلة جدا بالنسبة لأسعار بره أكتر من كده بكتير جدا. ده كان شرحنا اليوم، هسيب لك رابط الاشتراك في وصف الفيديو، يا رب تكون استفدته، وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس، دوس لايك لو عجبك الفيديو، ومع السلامة.